أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم على واحد من أهم التحاليل، وفي ناس كتير مش بتعرف تعمله وبتعمله لاب تو لاب، اللي هو السيمن أناليسيس. أول حاجة معلومات لازم نفهمها على السيمن أناليسيس، إن احنا لما بنيجي نعمل كولكشن للسامبل لازم اول حاجة ان بندي دراي كونتينر للبيشن، وان هو يجيب فيهم العينة. لو ما هوش هيقدر يعمل العينة دي او يجيبها في المعمل، كمان لازم يكون قبل السامبل يكون ما فيش انتر كورس من 3 ل 5 ايام، عشان لما يجي السامبل يجي بفوليوم مظبوط. كمان في حاجات مهمة لازم نعرفها. الستورج، اول حاجة ان احنا اول ما السيمن اناليسس دي جل السيمن يجي لنا المعمل لابد ان هو يتفحص على طول، ما يتأخرش يعني ماكسيمم ساعة. ولما نيجي نعمل بريزيرف العينة او نحفظها، لو احنا مش هنعمل لها اناليسس على طول، لازم الستور يكون في درجة حرارة 20 درجة مئوية، يعني ما بنحطهوش في الريفريجيريتور، ولا احنا بنأخر العينة او ان احنا نعرضها لإضاءة او حر او لايت، لان ده ممكن يأثر لنا على نتيجة تحليل السيمن. طيب بنقسم السيمن اناليسيس لأول حاجة ليه، طبعا هو 3 حاجات. اول حاجة اللي هو الفيزيكال اناليسيس، او الفيزيكال اكزامينيشن. تاني حاجة اللي هو الكيميكال اناليسيس او الكيميكال اكزامينيشن. تالت جزء في السيمن اناليسيس اللي هو المايكروسكوبيك اكزامينيشن. طيب ايه اللي احنا هنعمله في الفيزيكال اناليسيس؟ اول حاجه طبعا اللي هو الفيزيكال، عندنا او الفيزيكال اكزامينيشن، عندنا 4 حاجات لازم نعملهم في الفيزيكال اكزامينيشن. ايه هم الـ4 حاجات؟ اول حاجه بنبص على الكالر، تاني حاجه بنبص على الفوليوم، تالت حاجة بنبص على الايه الفيسكوزيتي، رابع حاجة بنبص على حاجة اسمها الليكويفيكيشن تايم، وده هنعرف معناها ايه. ده الفيزيكال اكزامينيشن. طيب بالنسبة لتاني بارت اللي هو عبارة عن الكيميكال examination، ده بيبقى في ايه؟ اول حاجة بنقيس في البي اتش، تاني حاجة بنشوف حاجة اسمها الفراكتوز تيست، اوكي، رابع حاجة تالت حاجة الاوكل، اوكي. ده بالنسبة للكيميكال اكزامينيشن. بعد كده الميكروسكوبيك اكزامينيشن، ده بيكون في ايه؟ بنشوف اول حاجة في التوتال سبيرم، كاونت، بنشوف في الموتيليتي، بنشوف في المورفولوجي، بنشوف في الفيتاليتي،
وبعد كده others بيبقى فيه ايه بقى في others؟ الagglutination او الagglutination. بنشوف في immature form بنشوف في البص سيلز بنشوف دول الحاجات اللي بنشوفها في الريبورت بتاع الايه السيمن اناليسيس. طيب اول حاجه بالنسبه للكلر، الكلر النورمال هو بيكون اللون بتاعه ايه؟ بيكون جريش وايت اللي هو رصاصي فاتح. اوكي ده اللون النورمال بتاع الايه السيمن. طيب لو كان لونه اصفر يبقى ده فيه مشكله، لو كان لونه احمر يبقى ليه مشكله. الاحمر ده بيدل ان فيه بليدنج، والاصفر اللون الاصفر اللي بيبقى في العينه ده برضو النورمال، وهنتكلم عنه بالتفصيل. الفوليوم، الفوليوم المفروض بيكون النورمال 2 ملي ل يعني لستة او 8 ملي، لو اكتر من كده بيكون في مشكلة، او ولو اقل من كده برضو بيكون في مشكلة. طيب ايه هو بقى الفيسكوزيتي؟ الفيسكوزيتي ده ان احنا بنكون جايبين دروبر وبناخد نقطة من السيمن، اوكي، وبنعمل لها دروب، بتنقسم لاما الفيسكوزيتي دي لو لاما هاي. اوكي اللو ان طبعا بيحصل لو هو لو بيكون طبعا الايه بينزل الدروب دي زي الميه كده بيبقى خفيف، انما لو هو هاي بتكون دروب باي دروب. اوكي طيب بالنسبه للنورمال طبعا هو بيكون ولا هاي ولا لو، بيكون في الميديم. الليكويديشن الليكويفيكيشن تايم في السائل المنوي ان هو بعد ما بيتساب في الاوضه في 20 دقيقه كثافه المحلول بتحول السائل المنوي الى سائل شفاف. النقطه او الوقت اللي بياخده تحول السائل المنوي من لونه الى السائل الشفاف اللي هو بيكون النورمال من 10 ل 15 دقيقه ده اسمه الايه اللي هو الليكويفيكيشن تايم. لو اقل من كده او ازيد من كده هيبقى في مشكله هنتكلم عنها. البي اتش بتكون 6 من اول 6 وده النورمال. طيب الفراكتوز لاما بيكون بوزيتيف وده بيبقى في مشكله معينه هنتكلم عنها بالتفصيل المره الجايه، او نيجاتيف. الاوكلت بلاد تيست احنا بنستعمل اللي هو الرابيد تيست العادي اللي احنا بنستعمله في اليورين او الستول، وطبعا هل في او لا، وبرده ده ايه انديكيشن هنتكلم عنه بعدين. الميكروسكوبيك اكزامينشن بتتقسم طبعا لتوتال سبيرم كاونت، موتيليتي، والمورفولوجي، والفيتاليتي، وهنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. ده الريبورت وهنتكلم عن كل حاجة المرة الجاية إن شاء الله.